السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الجو ساعة صح؟ ده الجو تلج موت مش ساعة. لا تصدقوا بالله أنا بقالي شهر ما استحمتش. الجو فعلا تلج قوي 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 يعني. أنا نفسي بس أقابل واحد من اللي كانوا بيقولوا إمتى الشتا يجي بقى؟ ياه بقى لو الشتا جه، يا سلام بقى وأنا مأنجزة حبيبي كده تحت المطرة بتروح. نفسي أقابله، ولا لا اللي يقول لك إيه؟ نفسي بقى الشتا يجي وأعمل وحاجة تقرف الكلب. لا والله العظيم بجد الجو تلج موت. آه صح، أنا نسيت أعرفكم بنفسي. أنا علاء وساكن على الدائري، والدائري بقى الجو عليه تلج عن باقي مصر كلها. وكان في خبر انتشر في الفترة اللي فاتت بيقول إن داعش اقتحموا مصر. فعلاً الخبر ده حصل، وفعلاً دخلوا من سيناء واقتحموا مصر ووقفوا على الطريق الدائري، وهي دي العربية اللي جم فيها بتوع داعش. وطبعاً الطريق الدائري كل يوم بيبقى واقف، باقي العربيات بقى اللي راح يعمل حاجة واللي راح يعمل حاجة تحت الكوبري. وأنا قلت لهم أول ما الطريق يفك هرن لكم على طول، بس سابوني في البرد ده لوحدي والجو تلج موت. حران الجو حر موت. الجو حر موت، هموت وقابل واحد من اللي كان يقولك جو مصر حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. ده عند امه ده حار نفخ صيفا دفيق بيستعبط شتاء. جو ايه؟ جو حر موت. انت متخلف يا حبيبي. ليه انت عبيط والله؟ ليه يا ابني؟ انت شايفني يعني ده الموناليزا يعني؟ الجو تلج موت يا ابني. الجو حر موت والله. الجو تلج يمكن عشان انا بارد ما بحسش، بس انا حران والله يا ابني. والشتا كله مميزات. بص هو الشتا فيه ميزه واحده بس. ايه؟ انه بيقربنا من بعض. لا ده مش بيقربنا من بعض، ده بيلزقنا في بعض. شفت الشتا قليل الادب ازاي؟ الصيف محترم بيلزقك في نفسك. الصيف كده تلاقي واحد من العرق عامل كده سلم عليا في الصيف. ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ مش ادب ده، بس ما ينفعش اقول لك ازاي. اقفل علبه فسيخ اتفتحت في الصيف. ما ينفعش. عارف ريحتك صاحبي وعارفها. بقول لك الشتاء برقبه الصيف والله. بس الشتاء احلى حاجه فيه انه وحد حلم المصريين. اه يعني بعد ما كان نفسنا وحلمنا نوصل للمونديال بقى حلمنا نوصل للدش. نفسنا نستحمى. وايه المشكله ما تستحمى؟ يا سلام ايه المشكله؟ افرض يا اخويا وانت بتستحمى امك فتحت حنفيه المطبخ. حصلت لك دي قبل كده؟ لا احنا ما عندناش مطبخ اصلا، بس بسمع عنها دي قصص ومآسي. انا حال الموضوع الدش ده من زمان. ازاي؟ انا لا بستحمى صيف ولا شتاء، ماشي في نور الله كده. لا يعني باين عليك. انا للجو ده اقول لك طريقه تدفي بيها نفسك في الشتاء. اه والنبي نفسي اتدفى. حب. ايه ده؟ هو الحب بيدفي؟ بيدفي القلب ويدفي الجسم كله الا حته واحده. ايه هي؟ الجيب بينشف في الشتاء. ما حبيبتك بردانه تطلع تجيب بطاطا، تطلع تجيب حمص الشام، تطلع تقعد تجيب ذره، عايز تشيلها تحطها في عربيه البطاطا عشان تخلص. انا قاعد احوش في الصيف اصرف على امها في الشتاء. لا بقى وانتهت بقى مواقف الرجوله بتاعت زمان بقى اللي هو ايه؟ ايه ده الجو برد؟ خد يا حبيبتي الجاكيت بتاعي وانت طفي. مفيش الكلام خلاص ده. بقى عند امك يا ماما الكلام ده خلاص. آه. انتهى يا حبيبتي. انت دلوقتي اقفل جاكتك ومش بعيد تاخد طرحتها تعملها كوفيه. ايه عشان تقعد بالليل تشغل حماية وتقول عليها رومانسي يجي لنا التهاب رئوي؟ ما نديها ورده وهتقول عليها رومانسي. وبعدين ليه نازله من غير جاكيت؟ نازله تختبرني يعني؟ طب والله العظيم ما اديها الجاكيت. اقسم برب العزه كبرت في دماغي وما هتشوف الجاكيت. اهدى بس. على الطلاق بالثلاثه ما هتشم ريحه الجاكيت. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، بس مش هتشوف الجاكيت. يا ابني انت مرتبط؟ لا. ينعل ابو شكلك. ايه القرف ده يا ابني؟ انا مش مرتبط. امال عرفني معاك ليه؟ يعني انت لا مرتبط ولا بتستحمى ولا عندي جاكيت اصلا. انا بس بحب اناقش مواضيع الشباب معاك. الشباب يا اخويا؟ الشباب قاعد يقول لك ايه؟ قال نفسنا نبقى زي اوروبا، نفسنا نبقى زي اوروبا. ادينا يا اخويا بقينا زي القطب الشمالي. اه والله. ده انت مش بعيد تلاقي بطريق معدي يقول لك ممكن تولع لي يا نجم.
ويعمل كده ويقول لك شكرا يا شبح. يعمل ازاي؟ البطريق بيعمل كده. يعمل كده؟ بطريق جايب رغيفين من الفرن ومعدي؟ خيالك مصري برضو. يعني رحت القطب الشمالي ورجعتنا للفرن. بس 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 يا عم بس عشان انا اتثبتت امبارح. ايه ده؟ بجد والله حد ثبتك بمطوى؟ لا ثبتني بحته تلجاي. حطها في قفايا وقعدت اقول يحيى خد خد خد. تلجاي هو بيثبت كوبايه عصير. ايه اللي ثبتك بتلجاي؟ بقول لك ايه؟ اعمل لك كوبايه شاي تدفيك. اه صح انا نسيت اقول لكم، ده بقى عليوه بتاع الدائري. ايه ده انت بتكلم مين يا ابني؟ انا اللي واقف جنبك. ايه ده؟ انت صح انا نسيت اقول لك يا ابني افهم بس، انا طالع في المسرحيه دي بدورين. الدور الاولاني بكلم الناس اللي قاعده دي كلها كراوي، الدور الثاني علاء صاحبك لهطل حبيبك. يعني وانت بتكلم الناس انا المفروض مش سامعك. لا سامعني ولا شايفني ولا بتتحرك. لا سهله دي، بص بقى معلش نعيدها من الاول. يلا نعيد. يلا اعمل لك كوبايه شاي تدفيك. ده بقى عليوه بتاع الدائري. عليوه شاب اسمر اللون لقيناه حته لحمه سودة تحت كوبري الدائري خدناه وربنا. الولد يا عيني. لا يا لا يا بيه، ما هو انا واقف عادي قلت جمله بتاع الشاي، دلوقتي هتقوم موضوع. يا ابني افهم، ما هو الراوي بيقول جمله وبعد كده يشرح الشخصيه. يعني الراوي ده اي حد يكلم الراوي يكلم الناس كل اللي حواليه يثبتوا. هي كده بجد والله. والله لازم تثبت. بس لا مؤاخذه في الكلمه انت راوي حمار يا ابني، انت متخلف. ده علاء بقى اللي ساكن على الدائري. اوعى جتني في ملعبي وانا رغاي اصلا. علاء ده بقى ليه قصه. ايه على علاء؟ اجيب لك روماتيزم وانت واقف. علاء ده كان ساكن على الدائري. لا الدائري ضيق، قام راح ساكن على المحور، المحور خد قطته. شفت الدور صعب ازاي؟ لا ده دور مقرف فعلا. ما تقعدش بقى تسمرني مكاني وسيبني اكل عيش، الدائري واقف عايز ابيع شاي واسترزق. طب يلا بيع شاي يا معلم وانا هخش جوه بقى. يلا يلا ثبت اي حد واقف جوه. يلا يا عم بلا قرف. ايه ده يا اسطى؟ فين سواق الاتوبيس ده يا اسطى؟ في ايه يا سيدي؟ عايز ايه؟ يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى في ايه؟ ايه ده؟ هيئة النقل الطوارئ الاتوبيس هنا وبابه هنا؟ انت عايز مني ايه دلوقتي؟ عمال يا اسطى يا اسطى محسسني ان الطريق فتح. في ايه؟ فتح ايه؟ فال الله على فالك. قول كلام زي الناس، الطريق ان شاء الله مش هيفتح. طول ما هو واقف انا باكل عيش، امي كل يوم وانا نازل الصبح تقول لي روح يا ابني، الهي يصلح حالك، الهي ما يوقف لك طريق، الهي يا رب الناس على الدائري ما تتحرك خطوه ولا تتقدم خطوه، الهي الدائري يولع باللي فيه يا رب. الهي تولع انت وامك في يوم واحد اللي موقفه حالنا دي يا اخي. يا عم انت مالك؟ ايه الحاله دي؟ دي جايه لك من ايه دي؟ انا كده من الزحمه، بتنرفز من الزحمه. ايه ده ايه ده؟ طب ايه؟ انت عارف انا مولود مع ست توائم، يعني حتى وانا في بطن امي كانت الدنيا زحمه، والله ما كنتش بلحق الببرونه بتعدي كده علينا احنا السته. ايه ده يا حاج؟ ايه ده انت جاي مشاكلك دي تحلها عليا؟ في سواق زيك كده الاسبوع اللي فات دهس 18. ما هو انا اللي دهستهم. ما انت لازم تدهس بمنظرك ده، اذا كان بتسوق كده الاول انت اوعى الطريق. دست 100 واحد وانت ماشي. يا سلام يا اخويا، ما انت كمان بتقلب الشاي كده. نيني 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 نيني. لا مش الشاي ده، بقول لك ايه، ما تاخدنيش في سكه تانيه. اهدى كده اهدى وخد كوبايه الشاي دي، بعتها لك الكمسار اللي شغال معاك. محرم؟ ايوه هو محرم ده، وادعي بقى ان الطريق يفضل واقف كده عشان ناكل عيش. ما تنرفزناش معاك، مالك في ايه؟ اهدى. انت هتجنني. اهدى، اصل انت لو ما وقفتش هنا هتقف في طلعه المحور، ما وقفتش في طلعه المحور هتقف في نزله المحور، ما وقفتش في نزله المحور هتقف عند اول رمسيس، ما وقفتش عند اول رمسيس في كمين بقى عند العباسيه، اكمل لحد ما يسقفوا، هتفضل واقف عنده، هتقف في نزله. انا كداب بقى وهكمل، شوف من سقفه هتقف بقى. انا هجيب لك العصب، انا مجنون اكتر منك. حرام عليك، عايز اشرب الشاي. خلاص خد الشاي ده اشربه وانا هروح استرزق بره. ماشي يا سيدي. هاجي اخد الكوبايه فاضيه ان شاء الله لو لقيتها. لو لقيتها ايه ده؟ ده ايه الدائري المجانين ده؟ الجو حر موت. هناك مجموعة تحاول أن تقتلني، يجب أن أكلم الأمير. أيها الأمير، أيها الأمير. أيوة.
أيها الأمير. أيوة. أنت صاحي أم نائم؟ أنا معاك. هناك مجموعة تحاول أن تقتلني، هل أهاجمهم أم أنتظرك؟ هاجمهم. لا أستطيع، أنا لوحدي سوف يقتلوني. إذن انتظرني. سوف تتأخر ويقتلوني، ماذا أفعل؟ افعل ما شئت. لا أستطيع أن أفعل ما أشاء، أنا جندي يجب أن أتلقى أوامر. ماذا أفعل؟ هل أهاجمهم أم أنتظرك؟ هاجمهم. لا أستطيع، أنا لوحدي. إذن انتظرني. سوف تتأخر ويقتلوني، ماذا أفعل؟ افعل ما شئت. أنا جندي يجب أن أتلقى أوامر، لا أفعل ما أشاء. ماذا أفعل؟ هل أهاجمهم أم أنتصرهم؟ هاجمهم. أنا لوحدي سوف يقتلوني. إذن استناني. سوف تضحك. أنت غبي لا تفعل. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، أنت لا تستحق الحياة. ما هذه يا ولد؟ قنبلة. لا. لقد قتلت، لقد قتلت، لقد نجوت. أيها الغبي، انجز لكي نلحق ماتش الأهلي وداعش. هيا. حسنا، سوف يفوتنا المباراة. هيا. أوه داعشاوي، أوه داعشاوي، أوه داعشاوي. ما هذا؟ ماذا حدث؟ لقد توقفت السيارة أيها الفقري. أنزل. إنها عطلت، ماذا سوف نفعل الآن؟ أنا عندي خطة، هل تستطيع أن تزك وأنا أدور؟ نعم أستطيع أن أزك وأنت تدور، إذن فليلا بنا. هزق أنا فأنت تدور. حسناً. يلا. لا ترضى. زود. لا ترضى برضو. ارمي. ماذا ترمي يا غبي؟ أنت الذي قلت. ارمي الثاني. يا غبي. سوف تخلص المية اللي في السيارة كلها. نشرب ماذا؟ ما أنت الذي قلت ارمي. يا غبي ارمي بالفتيس. بالفتيس. الفتيس. هيا. إنها بائزة. نعم فعلا إنها بائزة الثمن. وتوقفت في مكان عبثي. ماذا نفعل الآن أيها البني؟ نحمد الله لقد أتيت معي بأكبر ميكانيكي موجود في داعش. سوف أمد عليه. احضروا احضروا. يا أستاليز، يا أستاليز. صباح الخير. صباح الخير يا الزعيم. صباح الخير يا لايز. صباح الخير يا الزعيم. صباح الخير يا لايز. صباح الفل. ما هذا؟ صباح الفل عليكم يا شباب. لماذا تنشر لبس المدام الآن؟ لقد تبلل يا سيدي في السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أسطى، يا أسطى، هل أنتم فاتحون العربية عطلت بنا؟ نعم نحن فاتحون من 7 الصبح. يا راجل. اه والله العظيم. طب شوف لنا أي رجل يجي يصلحه. هلا هلا. ميكانيكي. أيوه. يا غايز، يا غايز. نعم. ماذا تريدون في هذا اليوم؟ صباح الخير يا أبا الضرداء، من يريدني في هذا اليوم الممطر؟ هذا أكبر ميكانيكي موجود في داعش. هذا أكبر ميكانيكي؟ هذا أصغر ميكانيكي في داعش، ربنا يستر. أنا ميكانيكي موهوب رغم من كسر سني. لا ترخي كثيرا، تفضل أصلح السيارة. حسنا. هيا يا بني صلح السيارة لأننا عالقون
اسكت. اعطني مفتاح 18. حسنا حسنا. أيوه. يا سيدي هذا الاشعث ستقتله. هيا. يبدو انها جابت جوان. الم تاتي بخبر؟ لم تاتي. اعطني مفك صليبه والوعياذ بالله. تفضل. انت احول. اهدى، ليس معنا غيره. هيا. هيا يا مسهل. لا تقلق. ما هذا؟ ما ما هذا؟ ما هذا؟ لقد اكلته السياره. السياره كانت جوعانه؟ لا ادري. ما لماذا اكلته؟ انت تسالني وانا اتركني، انا سوف اتصرف الان. احضر لي جوانتي. جوانتي؟ هيا. حاضر. بسرعه. ها تفضل. احضر لي جوانتي اهو. احضر لي مقص. تفضل. هيا. مشرط. خذ هذه. تمام. يا لايز. أيوة. ماء ساخن. تفضل يا زعيم. بسرعة. نعم الماء ساخن فعلا. لقد تبخر. اهدأ يا لايز. أيوة. اجعل السيارة تحزق. اجعلها تحزق بشدة. بشدة. صوت يا موسى. اخرج. الحمد لله. هذا الحمد لله. كفى. ماذا نفعل الآن؟ انتظروني قليلاً ألم الملبس. لابد إني ألم كل الملبس حتى لا أحد يدوس عليه. فحرام حرام أحد يدوس عليه. ملبس آخر؟ لا يوجد. تمام. خذ يا ليز. اذهب أنت الآن. سمع الوطاعة. صحصح معي وركز. أنا مركز. أنت مركز؟ لماذا السيارة لا تستطيع أن تعمل؟ لأنها أبلكاش يا غبي. مرسومة وليست حقيقية. لم أخذ بالي أنا آسف. أنت لم تأخذ بالك. إيه ده؟ بيصوروا حاجة هنا ولا إيه؟ الجزء الثاني من بكار. منورينا إيه ده؟ جايب رشيدة معاك. إزيكم يا فنانين؟ لا تهرج معنا، نحن لا نحب الكوميديا. ايه ده ماله ده قافش ليه؟ انا احب الكوميديا. لا تعالى لي حبيبي. عامل ايه؟ اهلا يا رب. انتوا فنانين هنا؟ نعم نحن فنانين من داعش. بجد والله احسن ناس. منين من داعش؟ من دعشاش ذات نفسها. من دعشاش بنين ولا دعشاش بنات؟ لا من العاصمه، دعشاش العاصمه. ده انتوا بلد الفن كله. نعم فنحن فعلنا مسلسلات عظيمه وافلام. زي ايه؟ فعلنا مسلسل لن اعيش في دعشاش ابي، وفيلم عمار الدعش شيان. ده نفس الفن عندنا بس عندكم فيه شين في النص. نعم نعم. بجد والله سيبك، انا اسمع عندكم ان الجواز مليطه، الواحد يتجوز 18 20. صح الكلام ده؟ الجواز عندنا ليس شرط ان تتجوز امراه. هتجوز موتوسيكل عادي. مش قصدي، ولكن هو بالحب. يعني بالحب الجواز. تحب معزة تتجوز معزة، تحب خروف تتجوز خروف. يعني ده مهجن جدي على راجل. قلت لك لا نحب الضحك ابدا. مش مهم انت تحبه، المهم الناس تحبه الضحك. يا سلام.
ماله قافش عليا ليه ده؟ هو مواليد المقفشه فيظل قافش طوال الوقت. احذر مني. والله قعدتكم حلوه وبحبها، اعمل لكم حاجه تشربوها. لا انتظر، ما رايك ان ندخله معنا في داعش؟ بجد يا ريت. ونبذاش ازاي؟ ايه ازاي اخش معاكم؟ انت سوف تقنع اسنان والاسنان يقنعون اسنان، ونعمل شجره كبيره نقنع بيها ونلم الملايين. ايه ده، وانتوا بتوع كيو داعش؟ انا مش فاهمك والله. بصوا انتوا عادتكم حلوه، انا اعمل لكم حاجه تشربوها. نعم، فنحن نريد شيئا نشربه. اعمل لكم شاي؟ شاي. شاي العروسه؟ لا، العروسه من المنكرات ولم ياتي به احدا من سلطان. لا والله السحلب لسه خلصان. اجيب لك شاي ليبتون؟ لا، اريد شاي الشيخ احمد. شاي ايه؟ شاي الشيخ احمد. ده نزل امتى ده؟ خلاص انا هتصرف واجيبه. هو اتسمر كده؟ هيا ماشي ماشي يا فنانين، تفضل كملوا تصوير اكشن. يلا اذهب، احبك يا بكر. طايتك ايه؟ هيا. هذا الرجل غبي، لا يفهم شيئا في اي شيء. ماذا نفعل هنا؟ في كل بلده ندخلها نحاول ان نخوف الناس ويهربون ولا احد يكشفنا، ولكننا عالقون الان على الدائري. ماذا نفعل في المصريين؟ نرى إذا كان أهل هذه البلد يرتكبون المعاصي أم لا. نعم، فإذا كان يرتكبون المعاصي نفعلها معهم. نفعل ماذا يا غبي؟ المعاصي. لا ينفع أيها الأمير، لا ينفع. المعاصي جميلة، المعاصي جميلة، ولكن ما قدوة. قدوة؟ قدوة لمن؟ لنا، قدوة لنفسنا. يا غبي، نقيم عليهم الحد إذا فعلون المعاصي. حسناً. يا غيظ، يا غيظ، أنتم أيها الأشرار يجب أن تتابعون الناس هنا على الدائري، وإذا رأيتم أي أحد يفعل المعاصي قولوا لنا وسجلوها في ورقة. حسناً يا سيدي، حسناً. هيا 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 يا غيظ، هيا يا غيظ. لا يفرق. إذن ماذا نفعل الآن؟ لا أعرف، يجب أن نسمي أسماء مصرية. يجب أن نغير أسماءنا ونسمي أسماءنا أسماء متداولة اليوم. نعم، مثل ماذا؟ مثل كعبوش، زنجر، هنجر، شنخر، منخر. هذه أسماء متداولة في النار، نحن في مصر. في مصر؟ إذا نسمي حمادة النني، إسماعيل بؤلة، عبد الله لولو، ابراهيم زحلقه، عطيه دحرجه. ماذا تقول؟ خالد كوبري. ابراهيم مزلات. لا لا لا، ما رايك في اسم سعد؟ جميل. اذا انا كمان سعد. وانا سعد. اذا نحن الاثنين سعد وسعد، ونعمل برنامج سعد وسعد، فلا احد يكشفنا. صح. هيا. انا الذي سوف اعمل سعد الصغير. لا، انا سعد الصغير. انا سعد الصغير. انا سعد الصغير. ليه؟ ليه؟ ايه تعرف تعمل كده؟ 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 ما اعرفش يا عم. يبقى انا سعد الصغير. يا خلاص، يبقى انا احمد سعد. يلا ده انا من شبرا. يا شبري انت غنيت مع الحمار. يا عم انا اغني مع اي حد، انت مالك؟ يا انا من شبرا، يا اعمل اي حاجه. يا شبري ايه؟ انا بغني يعني الفن يعني الاصاله. يلا يلا، تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل كده ولا ايه؟ ايه ده؟ ده انا جايب لك مطرب شعبي النهارده هيدغدغ الدنيا. يا مين ده؟ الفنان الشعبي العظيم اسماعيل شعنانه. خش يا شعنانه. شعنانة شعنانة. أنا مش هفية، أنا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. أنا مش هفية، أنا بتخرم من جوايا ونسيت طعم الفرح. أنا بتكحرت من جوايا ونسيت طعم الفرح. وارجع تاني واقول لك قول عاه قول عاه قول عاه. اوعى كده.
ارجع ارجع يا اهبل ارجع. هو ده الفن، هو ده الغنى. يلا اسكت. يلا ده انا من شبرا. شبرت ايه؟ يلا قطعك يا، ده انا من شبرا. يا سلام. يلا يا خلاص يا، من حقها ولا مش من حقها؟ اهو يلا دمشي. اهو ايه، انا اوريك يعني ايه الفن، والنهارده هجيب لكم معايا الفنان محمد نور. حبيبي يا حماده. محمد عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. سمعني حاجه بقى، رد لهم بقى فن اصيل من عينيا. يلا يا حبيبي. ده كلام بعد اسمه كلام، انت يا عم مزنوق عايز الحمام، تعبان بس يا عم انت، عندي امتحان بس يا حبيبي. بس ايه ده؟ ايه يا عم؟ حاجه بصوتك مش حاجه متسجله. ما هو ده صوتي. ده صوتك ازاي؟ والله صوتي. ايوه غني بالصوت اللي انت بتكلمني بيه ده. اهو يا عم. مشتاق لعنيك يا ليل، والحفظ عليك يا ليل، انا يا ليل سنفي يا ليل. يا عم انت، يا عم انت غني اغنيه بصوتك عادي، بلاش الاغنيه اللي فاتت دي عشان كانت بايظه. معلش. حاضر اهو اهو. مشتاق لعنيك يا ليل. ايه يا ابني؟ لو حبك نار بدموعي بالليل. اهو والله. ايه ده؟ ده الالبوم كله بايظ. هو ده اللي انت جايبه يا. يلا نمشي يا. يلا نسمعه طرب بقى. ده معايا شعنانة يا. ده شعنانة ايه؟ يلا نمشي يلا. يلا حبيبي والنبي اتكل على الله. يلا شعنانة يا. فاكراني يا دنيا فاكراني، انا اللي دايما ظلمان. فاكراني يا دنيا فاكراني، انا اللي دايما ظلمان. بايدي بمسح دمع عليا وارجع واقول اقول 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 هي عيني ليلي يا ليل. سيدي ليلي يا عين. عيني ليلي يا ليلي يا ليل. دولا 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 جرحونا، دولا 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 تعبونا، دولا 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 جرحونا تعبونا جرحونا تعبونا. وارجع تاني واقول لك قول بصوتين. يلا ده احنا من شبرا يا. يلا بس يا جيب له واحد بروحين. يلا بروحين تعالى. بس بس خلاص يا جدعان، والله انتوا منورين لنا في منطقتنا. ايه لقد اقتنعوا الان اننا سعد وسعد. اذا نكمل سعد وسعد احسن من الخطر. انتوا سعد وسعد. نعم. طب يلا وارجع تاني واقول لك قول عاه قول عاه قول عاه من هنا. ايه ايه وعاء يا حبيبتي؟ انت فين يا حبيبتي؟ يا محمود اديلي ايدك يا محمود، هديلي في الطين. عم اديلك ايدي بقى بس وليلي تاني. انت فين يا روحي؟ مش عارفه اتنطط من على السور، ما كتتيش من المدرسه قبل كده؟ يا محمود تعالى سندني الله يخرب بيتك. حاضر هاتي ايدي. فوتي هوب. مش عارفة تعملي جامب من على السور في ثواني وتنطي؟ محمود ايه الطريق اللي انت جايبني منه ده؟ وانا اللي عامله ولا مال انا؟ طريق الشغل بتاعنا يا روح قلبي، هو كده يا روحي، هو ده الطريق بتاعنا. يا محمود انت كل يوم تجيبني منه يا محمود، على ما بنوصل للمشوار اللي احنا رايحينه بناخد 5 6 ساعات. يا سلام، على اساس ان الطريق التاني هيبقى ماشي وسهل يعني؟ ما تشنكنيش يا محمود. بقول لك ايه يا روح قلبي، ده احنا بنمر دلوقتي في فترة خطوبة، اسعد فترة زفت في حياتنا. وما لما نتهبب نتجوز هتعمل فيا ايه؟ لما نتجوز؟ طب قول لما نوصل الاول. ايوه عندك حق، ده احنا عبال ما نوصل ممكن يكون شعرنا يشيب هنا والله العظيم. بس ما تخافيش يا حبيبتي، انا النهارده اوديك السينما. تاني سينما؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. في ايه؟ منك مش كفايه اللي انت قابلته امبارح؟ هتفضحيني. حرام عليك يا اخي، ده انا هصوت ولا عليك ايه بقى؟ بس تعالوا شوفوا في ايه؟ في ايه؟ ما حدش يزعل. في ايه؟ بس في واحد بقى. حرام عليكم، استهدي بالله كده يا بنتي، استهدي بالله. استهدى انت بالله. هي استهدى بالله. ثواني وجاي لكم. ايه ده يا عم الحاج؟ في ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ هتوترني انا كده؟ ايه اللي عايز ايه؟ شفت حضرني بالنبي يا عم الحاج؟ ايه خير؟ احضر دي خطيبتي. زعلانه مني ليه بس؟ امبارح دخلتها سينما كانت قاعده هي على ايدي اليمين. انا نسيت حطيت ايدي على القعده في الشمال. ايه اللي زعل في كده؟
مفيش حاجة تزعل، إيه اللي يزعل في كده؟ لا في حاجة تزعل، لما يكون اللي قاعد على الشمال راجل يبقى في حاجة تزعل. ما الدنيا كانت ضلمة يا روح، أنا كنت شايف يعني ولا كان قصدي أصلاً. وبعدين؟ أنت يعني زعلانة عشان طلع راجل ومش هتزعلي لو كانت ست؟ مين اللي مفهمك الغيرة غلط؟ يا عم الحاج أنت أهدى. ماشي جاي لكم دلوقتي هنلعب مع بعض والله أهو أهو. أنت بتعمل إيه؟ الملايكة بتلاعبني ما تركزش معايا. أنا الشياطين بتلاعبني. لا ولا تعرفنيش. اوعى الشيطان يمرهمك. يمرهم مين يا جدع انت؟ بقول لك ايه؟ ايه يا عم الحاج؟ ولا ولا لا لا اسمع. ايه؟ انا بشبه عليك. انت تعرفني يا عم الحاج؟ اه انا افتكرتك. انا قفشك قبل كده في السيتي ايه. بس يا عم خطيبتي واقفه. لما كنت قاعد في الكرسي الاخير انت والمزه. بس يا عم بقول لك خطيبتي. يا ابني عادي ما انا كنت بعملها وانا قدك. كنت بتعمل ايه؟ كنت اجيب المزه واقعد في الكرسي الاخير في السيتي ايه. وكل يوم بقى عشان ما تقفش اطلع كرسي قدام، كل يوم اطلع كرسي قدام لحد ما بقيت السواق. ده انت جايبها من ورا يا حاج. اجتهدت لغايه ما وصلت للمنصب ده. يا عم اتنيل اتنيل يا عم الحاج. ولا انا عرفت السر بتاعك. لا على فكره انا كنت بشوفك. بتشوفني فين؟ في السيتي ايه. كنت بشوفك في المرايه. لا انا بتاع المرايه مش انت. انا بتاع المرايه. هتقول لي المرايات ومش مرايات. انت فهمتني غلط، انا قصدي المرايه مش المرايه. ايوه اهدى كده، عايزك تهدى يا عم. اثبت اهو اهو. ثواني وجاي لكم. خلص معاه ودي إيه؟ انا جرالي ايه بس يا ربي؟ جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي ايه بس؟ لو سمحت يا انسة والله. افندم. هو ايه لاسته كده؟ ايه اللي ماشي توك كده؟ ايه ورد الجناين ده؟ ايه اللي صح نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده؟ ايه اللي ماشي عاكف ده؟ ايه الدم السم ده؟ ايه اللي يصير اعصابي ده؟ ايه يا مايكل جاكسون ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده. كلمني ترارتتا. فهمني ترارتتو. كلمني ترارتتا. فهمني ترارتتو. كلمني كلم كلم كلمني. فهمني فهم فهم فهمني. ايه الهس بس ده؟ اللي مش بيحس ده يا عم حس انت على دم. طب والله جيب بوسه. دول يا جدع انت ما تاخدش عليا. معلش انا جاي لكم دلوقتي. بحبكم والله بحبكم. حد مين انت بتكلم مين؟ الملايكه يا عم. ما حرام عليك انت يا محمود. واقف بتهري وده بيعاكسني. انت اللي شوفه بيعمل كده ليه؟ ايه ده؟ انت بتعاكس خطيبتي؟ ده احرجني. احرجني هو. ايوه انا بعكسها قدامك وقدام اللسطه وقدام الناس كلها. انا بعكسها. بعترف انا بعكسها. ده صريح قوي. الحمد لله. ده انا اعمل له ايه ده؟ ده عارفه لو قال لي ما عكستهاش تقول له يا حبيبي يعني ايه ما عكستهاش؟ لا عكستها. واقوم ماسكه بقى بالبواكس وبالبواني والكم له في عينه. لكن هو صريح ومبتسم. يعني هعمل له ايه؟ قول له عكستها ليه؟ عكستها ليه؟ عشان حلوه. حلوه؟ انت بتقول على خطيبتي حلوه؟ اه. لا يا حبيبي مش انا. انا خطيبتي قمر. قمر بص كده. ايوه ما ده اللي انا بقوله يا استاذ. بص اتفرج يا حبيبي. اتفرج يا بابا عليها. شعر ايه؟ عيون ايه؟ قول يا شاعر قول. قول يا شاعر. سمعنا يابا سمع. مناخير ايه؟ شفايف ايه؟ رقبة ايه؟ بس ما تكملش. رايح فين؟ ده لسه اللي جاي احلى. يا عم لا اخرب بيتك. دي خطيبتي. انت مش عارف انا لما شفت خطيبتك انا جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ خلاص إيه؟ يا عم اهدى. ده ايه ده؟ ده بيعاكسني. ما بيعاكسكيش. بيعاكسني. معلش انا اسف على المداخله. نعم بعاكسها يا عم. بقالي ساعه بقنعها. بعاكسها بقنعها بقالي ساعه. ده ما تخفيش منه. ده كويس. حق لو على رقبتي. هو بيقول حق. بيقول حق على رقبته. بس ما حدش طاير رقبته. هنعمل له ايه يعني؟ انت مين انت يا عم؟ انا التباع بتاع الاوتوبيس ده وده اللسطة بتاعي. كنت فين يا سيدي؟ كنت فين؟ معلش يا اسطى اصل انت مش عارف انا جرالي ايه. ما عرفتش ايه اللي حصل لي. ايه جرالك ايه؟ كنت بتكلم في التليفون وفجأة حرامي خطف التليفون وجري. يا نهار ابيض. رحت جريت وراه. قعد يجري جريت وراه. وقف عند عربية فول. بس مسكته بقى عند عربية الفول؟ لا طبعا عيب الراجل بياكل. احترام الاكل برضه. قعدت كلت معاه لقمة خلصنا قام جري. رحت جريت وراه. دخل القسم راح مسلم نفسه. وانت عملت ايه؟ دخلت ضمنته. ضمنت الحرامي؟ ايوه طبعا الراجل عشره واكلين سوا وبقالنا ساعه بنجري. عشره اسيبه في موقف زي ده؟ ما يصحش يعني. والله خرجته واديته سجاير وجبت له بيبس خد البيبس وجري.
معرفش الظاهر هو يعني الظاهر هو كان بيحب الجري اكتر من السرقه مش عارف انا بس سبته بقى يجري وقلت له حلال عليه البيبس بقى خلاص بيبس ما هو البيبس انه نوع من انواع الخمور والوعياذ بالله إذن فلنقيم عليهم الحد وما العقوبة؟ قطع يد حسنا أنا سمعت صوت كده في حد قال حاجة بس معلش معلش في مشكلة أهم إيه؟ إحنا لازم نعرف إيه الأسد توكي ده إيه اللي ماشي توكي ده ما بس يا عم ما خلصنا بقى ما عندكوش بنات عندنا والله ده أنا عندي أربع بنات في السناح كده وزي القمر والله مخطوبين كلهم وقفشهم الأربعة في السيتي إيه بس بسيبهم عادي يعني يخرجوا مع خطابهم كده يا سلام يا اخويا والله الجوازه دي شكلها مش هتتم ولا هتتنيل مش هتمها غير لما تجيب لي السبع دبابيس اللي اتفقنا عليهم يعني الجوازه كلها واقفه على سبع دبابيس طب ما تنزل المستدبسين ايه ده فين دي ان شاء الله في المستدبسين انا مراتي جت قالت لي انا عاوزه سبع دبابيس رحت استدبستهم من عند المستدبسين تقدر يا مدبس يا مستدبس تستدبس لنا سبع دبابيس استدبستهم من عند المستدبسين اقدر طبعا بس هتضطر تكتب تركب سبع تكاتيك تستكتكهم من عند المستكتكين يا سلام عليك هو ده الكلام انت ما قلتليش انت منين انا من القصيرين انت هتكذب انت شكلك من عزبه النخل استنى حلو استنى انت ايه ما تخليه يسكت انت ما عندكش بنات عندي بنات والله بقول لك وبسيبهم يخرجوا مع خطابهم كده قالها قالها قبل كده يلا النساء والرجال يخرجون عادي بدون محرم انها فاحشه وما هي عقوبه هذه الفاحشه قطع ودن انا سمعت حاجه ولا دي الملائكه بتلعبني معلش يا اسطى انا رايي كفايه لعب بقى بالملائكه وتهدى كده وتبطل موضوع السواقه ده ابوس ايدك سيبني انا لازم اقلب كل اتوبيس اركبه بقول لك ايه شوف شغلك انت عمال تشوف لي الاساتوك من الصبح حمل الاتوبيس ما بلاش يا اسطى موضوع حمل ده لا هات لي ركاب اقلبهم حرام عليك انت بتقلب الاتوبيس في المحطه الواحده اربع مرات حرام عليك تموت ما هو ده اتوبيس ما هو لازم انا راضي ذمتك بص كده اديني ركبت الاتوبيس اهو تمام تمام انا كده راكب الاتوبيس ايوه حصل ازاي بقى مش باين من هنا ما تجننيش لازم يتقلب وبعدين الركاب هم اللي بيقولوا لي والله انا ما ببقاش عايز اقلبه ببقى ماشي عادي بالاتوبيس كده عدل على الكاوتشات بتاعته يجي لي زبون فزلوك ويروح لي على جنب يا اسطى اروح جايب له الاتوبيس على جنبه يا اسطى هو بيقول لك على جنب عشان عاوز يروح بيتهم مش عاوز يروح من الدنيا كلها انت هتتفلسف ناجي ناجي هات لي كام راكب اقلبهم كده يلا ما بلاش يا اسطى هتجنن ما تترفزنيش رمسيس رمسيس والدوام لله رمسيس 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 وما دايم الا وجه الله رمسيس لا بقى لا خلي وشك بشوش كده حرام عليك دي اخر حاجه هيسمعها الزبون ناجي كويس رمسيس رمسيس واحد جهنم رمسيس 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 وما دايم الا وجه الله رمسيس خلاص خلاص مفيش ركاب هنا تعال نشوف حد نقلبه من تحت تعال وراي حاضر هتهم لي رمسيس رمسيس انا جرالي ايه رمسيس دعنا نذهب الى الامير ابي الدرداء لنبلغه بهذه المعاصي هيا بنا هيا بنا يا اخي حرام عليك مش كده دمرتني يا اخي وديتني في ده يا حرام حرام يا اخي حرام عليك يا راجل يا فاشل ضيعتني انت بتشوح لي وتسيبني وتجري ايوه انت عبيط حرام عليك حرمت عليك عيشتك انت مجنون انا راجل مخرج محترم ده منظر منتج ايه ده انت سلحفة بتنتج هتدمرني حرام عليك ضيعت مستقبلي بذمة اهلك انت في حد يعرفك اي نعم افلامي بتنجحش في السينما بس مكسرة الدنيا في السوبر جيت سوبر جيت سوبر جيت يعني اخرك سفرية وهترجع محدش هيتفرج عليا بعد شغلي معاك خلاص بقالنا ست ايام بنصور على الدائري
اقول لك الدائري زحمه بيقف ما صدق. هنصور امتى؟ هنصور دلوقتي. ليه؟ وليه الدائري بالذات؟ تحت بيتي يا جدع. انزل من البيت اصور واطلع برنس انا. يعني انت تبهدلنا كلنا بالفيلم بالديل عشان تتفرج انت واهلك من فوق البلكونه؟ حصري بقى، الناس تشوفه حصري قبل اي حد تاني. قال يا جدع قال. طب سيبنا اخرج، مش عارف اقول ستوب. مش من حق المخرج يقول ستوب. لا مش من حق المخرج يقول ستوب. ليه؟ ستوب ليه؟ ستوب ليه؟ اه المشهد بايظ. ايه اللي باص فيه يا اخويا؟ معدين انت ومراتك رايح جاي في المشهد، اعمل ايه؟ كل شويه تعدي من ورا. طب انا اقول لهم مين اللي بيعدي ده؟ قول لهم المنتج دافع فلوس عشان يعدي رايح جاي عادي. طيب فوتنا التعديه، تيجي جنب البطله وتقعد تشاور للكاميرا. هو الكاميرا في الملعب وعنا انا ادفع فلوس وهي تسنح للكاميرا لوحدها؟ ما نقف اسنح انا كمان. طب فيلم معمول عن الارهاب والارهابيين ما فيهوش ولا انثى، تجيب لي 9 بطلات؟ ما هو ده الارهاب الحقيقي، ده الخطر القادم اللي انت مش عارف عنه حاجه. صافي نظر هي الخطر القادم؟ اه طبعا. طب اعمل فيك ايه طيب؟ الاوردر اتضرب يا عم. ما اتضربش، هنجيب ممثلين وهنعمل الفيلم على الدائري وهيطلع فيلم زي الفل. فيلم ايه اللي على الدائري؟ ويكسر الدنيا وعسليه. يا جماعه اشهدوا علينا يا جماعه، حد يشهد عليا. مفيش اي حد. انا اشهد، انا اشهد ولو على رقبتي. في ايه؟ ايه ده؟ انت تشهد ولا تضربني؟ لا ما تقلقش. مالك؟ ثواني هخلص معاه واجي لكم. هو مين؟ الملايكة بتلعبني، ما تركزش معايا، ما تركزش. يا عم انت مجنون هتشهد ايه؟ ده بقول لك الملايكة بتلعبني. اشهد اي حد. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ ايوه. انا راجل مخرج محترم. آه. مكسر الدنيا في السوبر جيت. ايوه. اشتغلت مع الراجل المنتج الفاشل ده وهيضيعني. اه. جايبنا نصور على الدائري والممثلين طفشوا مننا، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هو انت منين يا حاج؟ انا من اتفقنا قسم الدلنجات بحيرة. طيب ده إليان يعني؟ جاي من الفضاء. صدق اه جاي من الفضاء فعلا، بس انا اعمل ايه في الفيلم؟ بقول لك في اوردر هيضيع. نعمل ايه دلوقتي؟ طب ثواني كده هستشير الملائكه واجي لك. ملائكه مين يا عم الحاج؟ بقول لك ايه؟ ها. انا عايز حد نجيبه يمثل الفيلم. انا اجيب لك، انا اجيب لك بجد والله، بس تشغلني معاك مساعد مخرج. انت بتفهم في الاخراج؟ اه ده انا مخرج ناس ياما من الدنيا كلها والله. يعني ايه؟ هتعرف تجيب لي ممثلين ولا مش هتعرف؟ عينيا الاثنين. تعالى معايا وانا هجيب لك ممثلين زي اللوز والله. بجد؟ اه والله. ولا تمثل انت في الفيلم؟ لا امثل ايه؟ انا ممكن امسك لك الكاميرا اصور انا. تصور ازاي كده؟ ده هيبقى فيلم ايه الرعاش ده؟ مش انت بتقول افلامك مكسره الدنيا في السوبر جيت؟ اه. طيب لما اصور انا كده والفيلم يطلع مرعوش مع المطبات بقى الصوره تظبط عادي. ايه ده؟ بس تصدق عندك حق. اه والله. ده مسلسل هيفا كله عامل كده. اه. الناس رقبتها اتلوحت. ما هو عاملينه عشان تتفرج عليه وانت نايم على السرير. اه. ده بقى احنا نعمله عشان الجمهور يتفرج عليه كده. اه. وهم في قسم العصبيات. نروشهم شويه. اه. ماشي يلا بينا. اتفضل معايا حضرتك. فضل. يا رب. يا رب. يا رجالة. رجالة. يا رجالة حد جه خرجني من البلاعة مش قادرة. حد جه خرج أمي. حاضر حاضر. يا رجالة جايين لك أهو، الرجالة جايين لك. يا رجالة. الله أكبر الله أكبر. طاو ليه اللي انت بتعملي في الشارع ده؟ انت مجنونة؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتكلمني كده ليه؟ تعالى كده بكلمك. والله أكبر الله، احنا في حرب اكتوبر يا عم. الناس تعالى كده ما اشوف بنتي يا نبيلة. نبيلة جاية ياما. ايه يا بت، شفتيني وانا محشورة في البلاعة؟ ايوه ياما شفتك، بس كنت عاوزة الموبايل ليه؟ كنت عايزة اخد صورة سيلفي مع البلاعة. ياما وانت محشورة في مول العرب. يا بت اتلمي، بقول لك الطريق واقف، وقفلنا بقى الميكروباص خلينا ننط فيه. يوه ما انت بتقولي ان الطريق واقف، اوقف لك ميكروباص تعملي بيه ايه؟ يعني هيفضل واقف؟ ما هو مصيره هيمشي، عايزين نوصل البضاعه للعروسه. عقبال بنتك يا حاجه. احضرنا يا عم الناس. ايوه يا عم الناس. احضرنا في المشكله دي. حاضر. بت انا مش لسه جايبه لك سيد الجزار؟ اكبر مني ب50 سنة. واحمد العطار. اه. اكبر مني ب60 سنة. شهبندر التجار. اكبر مني ب70 سنة. يما يما انا نفسي في حسن. يما حسن؟ لا حسن لا. ليه وليا؟ انا اللي هتجوزه. هنتناقش فيه. سيبهولها يا بنتي وربنا يعوض عليك يا عاد. ايه ده انت داخل في حياتنا كده ليه؟ انت مين؟ انا مين؟ انا الميلامين يا حبيبتي. ايه اللي انت مين؟ اه ايه اللي انا مين؟ انت اللي مين؟ انا سموره والشوره مقصوره ودي بنتي.
نبيلة اللي بتاكل النجيلة. معاكم عماد اللي بيلعب في الاستاد. ما تيجوا نأجر ساعة بقى بالمناسبة الحلوة دي ونلعب ماتش. يلا والله. العسل اسمه ايه بقى على كده؟ العسل اسمه ايه؟ العسل اسمه عماد. شغال ايه عماد؟ شغال تاجر مواشي. انت بتنطحلي عشان مواشي؟ بنطحلك عشان مواشي. وخلي بالك بقى عشان البهايم لما بتقابل بعض بيزعلوا بعض. ماشي يا عم عماد ماشي. بقول لك ايه، ربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله. بص بقى، انا كنت نادره البت دي لو جالها عريس هجيب 5 ترغيفه وبجنيه جبنه وعلبه سجاير كليوباترا. انا فاتح سوبر ماركت يا وليه. بقول لك تاجر مواشي. ايوه ماشي، ما انا عارفه تاجر مواشي. مش هتفهم انت، تاجر بهايم. انت بتصور عليا انا؟ بتصور عليها هي. لا 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 يما، ده نمشي في الشارع واقول على يميني ساكه وعلى شمالي غرور وعلى راسي ريشه وعلى مهله اللي مقهور. انت توك توك. ناس تكتبي ورا ما تبصليش بعين راضيه، ده انا طلع عين امي في السعوديه. هقول عليك ايه؟ انا هقول عليك ايه؟ بتخلي اللي اسمه واللي ما يسواش يتكلم علينا. واحد زي ده اصلا مش عارف يعمل حاجه، راجل عره. يا ولاه ما تغلطيش. والله يا راجل في البلاعه بمدي لك ايده واقفلي عامل لي كده. كفرتكك وانت واقفه والموز. كفرتك مين يا عم؟ خليها على الله. على الله، ما على الله يا حبيبتي ام العالمين. طب ماشي يا حبيبي. عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ استر عليا لو اتجوزتني هتبهدي. ايه ده؟ وانا ده انت منتج زباله يا شيخ. يا ساتر، مفيش ممثل. ايه ده؟ ايه العسل ده؟ الله يكرمك. مين الامارات دي؟ شايف الذوق؟ ده الدنيا نورت. الله يخليك. العسل بيشتغل ايه؟ انا شغاله دلاله. تلاجة ازاي؟ دلاله. دلاله. والله مش عايزه تشتغلي في السينما والتلفزيون. ايه ده يعني؟ هطلع في التلفزيون؟ ده انا هطلعك على التلفزيون نفسه. ايه ده؟ مين دول؟ ودي مين دي بس الاول؟ دي الطفايه بتاعتك ولا ده ايه؟ لا دي بنتي نبيله. اهلا وسهلا. نبيل. مين دول؟ ده حضرتك المخرج. مش هتفهمي مو ده احمد السقا. وده استاذ احمد سعيد عبد الغني، عارفاه؟ ده احمد سعيد عبد الغني. طب عايزين ايه؟ ولا حاجه. بص اكتب لي بسرعه مواصفات كده البنت دي هتعمل دور البطوله. اكتب. محدش هيعمل حاجه يا عم. لحظه واحده بس، معلش لحظه واحده. قول لي وانا هحفظ. قول لي. عريضه المنكبين. مفتوله العضلات. ايوه. خجوله. ومعاها طفايه حريق. دي في الاكسسوار بقى نحطها في دي هتعمل دور البطل. انا هعمل دور البطله؟ البطل. البطل كمان؟ زغرت يا بت. عنتر ابن شداد. ايوه. وهنسمي الفيلم ايه؟ لا فيلم انت مش هتشتغلي معانا في الفيلم ده، بيهوها وده بيقول اي كلام. بجد؟ ربنا مش هتشغلني في الفيلم؟ وانا هنتج لك فيلم؟ انت اتجننتي يا عم. دي قمر. قمر ما انا زفت يا عم، انت مجنونه. لا لا ما تشوحليش. لا هشوح لك بقى، ونزلي ايدك عشان انت كده زودتيها. طب ما تشوحليش. ثانيه واحده يا عم، انت كده ما تجننيناش عليك، والله العظيم هديكي بالقلم على سن حطور عينك. ما تعرفش. ولا ثانيه واحده يا عم، انت كده ما تضايقناش. انت يا ولا مجنونه ولا ايه؟ مجنونه على نفسك يا حبيبي. مجنونه على نفسك حبيبي. ثانيه واحده يا عم، انت ما تضايقناش.
حبيبك مين يا ام حبيبي؟ لا لا ما تعمليش كده. لا ده انا هعمل لك كده وكده وكده. ايه اذن؟ خلاص؟ خلاص يا ايدي؟ اضربها ضربه يا خال، ضربه واحده. ضربه ايه يا ايدي؟ وايه اللي بيزق تحت ده يا ايدي؟ خلاص؟ خلاص بقيت كده خلاص يا ايدي؟ خلاص؟ حلوة يا خالي حلوة. حلوة دي وضفت ايه بلا 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 عرف. خلاص؟ هذا ايه وليا؟ انا اديك على موزك والمصحف. لا كده كده. خلاص اهدى معلش اهدى. اهدى خلاص. خلاص خلاص ما تعصبوش بقى. هتبقى هنشغلها معانا. ماشي يا عم. ايوه كده. ايوه وعندي انا الطلعة دي هعمل لك فيلم بقى. فيلم عظيم. يتخلد في التاريخ. ايوه. عارفة فيلم الجزيرة؟ اكيد. هعمل لك الزريبة. وتقفي فيها لوحدك تبقي وحدك كده في وسط الزريبه وكل اللي حواليك بهاي. ابقى البني ادمه الوحيده. انت البني ادمه الوحيده في وسط الزريبه. أيوة. يا عم انت بتعمل كده حرام عليك. ده حد ينتج كده؟ ده حتى السبكيه بطلوا يعملوا اللي انت بتعمله ده. ارحم نفسك. يلا يا عم نروح نشوف حد ان يمثل يا عم في الفيلم ده. طب ثواني، هو ده مش هيأثر على الاعلان اللي انا عاملاه؟ انت عامله اعلان ايه؟ ميت بصري يعني بخيره يفرق خالص عن غيره. ايه ده انت لبنيته؟ لا يا اختي مش هيأثر ان شاء الله. ايه احنا بس هنحتاج كاميرات كتير. هات لنا 8 كاميرات. انا هي الاثنين. يكونوا من كل حته بقى. يلا روح انت اتفرج ودور لنا على ممثلين واعمل لك اعمل لك مجال على الدائري كده. يلا يا حبيبي يلا اعمل مجال على الدائري. مجال. يلا يلا يا باشا اتفضل. يلا يا ابني يلا يلا انت ملبوس. ايه الناس دي؟ بقول لك ايه خلاص كده احنا ماضيين. خلاص عيب. اوعي تمضي مع حد تغفلين انا اعمل كده تقوم انت ماضي. لا بص خلاص كلمه. اقعدي هنا ما تتحركيش. اقعد هات يا بت. خليكي قاعده اهي. انت هتقعدي على ده؟ هوريك. تعبت؟ اهو امسكي لي الكرسي. لا سحر ولا شعوذه. ولا يا دودو اقوم على عمك هلال وما تنساش العلامه. امشي. هل هذه هي السينما 3D؟ نعم فهي هذه السينما. تخلع النظارة ترى هذه. تلبس النظارة. معروف. لعنة الله على الانيميشن والله. خد يا بت. ايه يما؟ شابين زي الفل هم. وقعي لي واحد فيهم. اديني فرصتي يما. يلا بينا. اما ايه؟ اهو هو ده كله اللي ده. لا هو ده يمين بتلاته كله اللي ده. يما استني والنبي يما انا عايزه اتجوزه يما. يعني انت تتجوزي ده؟ يما اتجوزي ده. انا هتجوز ده. لا تتعاملي معي انا لست بني ادم. امال انت ايه؟ انا شجره. شجره صغيره في الصحراء. ابتعدي عني. يلا وريني فرجيني. ياتي كميلة كميلة ياتي زمان دي زمان ناسا ملا عين أمو. وي 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 وي. ما هذه الهطلة؟ هي بنتك يا بنت هطلة انت أخرى؟ هو ليك حق تقول هطلة. ما هو بت اتفرج على المعاكسة. اتفضلي. بارم بارم تارن 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 تارن. ايه ده؟ حرب حرب يا عتبة. حرب. يلا وري له حاجة تانية. بقول لك ايه يا ابن الناس؟ بص انا حبيتك وانت حبيتني. انا لا هطلب منك لا شقة ولا شبكة ولا مه ولا عفش. يلا يا بايرة يا بنت البايرة. انت وعليك كل بايرين يا حبيبي.
ايه؟ اهدائي يا امرأة. امرأة! ده في علاقكم يا بابا. اهدائي يا امرأة. والله ده اشرح. بص انا اشرح نفسي عليك. عيب. قال بيقول لك بقى ما انت مالكش كلمة. انا شجرة. انت شجرة. شجرة. البارين دول يا حبيبي في علاجكم. شجرة ولست نخلة. استني والنبي يما. اهدائي يا امرأة. استني والنبي يما. والنبي انا هجيب لك حقك. اتفضلي. حقك عندي. بص يا ابن الناس. هو حتة اختبار. عملته تبقى بتاعي وانا بتاعتك. ما عملتوش كل حي فينا يروح لحاله. وما هذا الاختبار؟ احنا نحطك في غابة. ونطلق عليك اسد. لو كلك يبقى انت يا ابن الحلال من نصيبي. لو ما كلكش كل حي فينا يروح لحاله. هذا الكلام عند الحاجه والدتي. خش بقى يما. خش عشان زهقت. اهدائي يا امراه. بلاش انا. اهدائي هي التي. بلاش انا. تعالي هذا ليس عدلا. سوف نرميك انت في غابه ونطلق عليك الغوريلا. اذا اكلتك فهذا عدل الله. ولو كلتها. لو ماذا؟ كلتها. شيء متوقع معروف. اهدائي يا امرأة فأنا لا أحب. أنت اللي صبراني عليه. واحد زي ده واحد سقلانس أصلا. سقلانس. والله راجل سقلانس. راجل إيه؟ أنا مش عايز أقرأ فيك من الصبح. أنت ست. ولا أنت ولا أنت. أنت ست ما تخلينيش أمد إيدي عليك. إيه ده مجنون ده ولا إيه؟ مجنون إيه يا بيت؟ أيها الأمير. أيها الأمير. أنت غنديكي بالشبشب. اهدأ أيها. تديني أنا بالشبشب وأنت واقف في النص. اهدأي. أيها الأمير. دعني أنول الشهادة. لا يا عتبة. لا نول الشهادة في شيء يستحق. هذه امرأة لعوب تأخذ بالشمش بتسكت. انتظر انتظر. أيتها المرأة. سوف أفجر لك مفاجأة. نحن من داعش. سلم لي على داعش. لقد استخدمنا كل الكروت. ماذا سنفعل؟ باقي كارت واحد. وروني يا حبيبي. تعال وروني يا بابا. ايه ده؟ يا خلي اسمي. اهو كارت. اهدى. اهو يا حبيبي. اهدى يا رجل. اقعد ساكت. خلاص. اقعد ساكت. خلاص يا ربيع. اهدى. 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 انت مجنونه يا بيت. لا. ده انا متربي في الشارع يا بيت. ده انا هتيجي بالجزمة على وشي. انت مسكني انا. ما تمسكه هو. شجرة شجرة. هو هو ده. اهدى. نحن من داعش يا غبي. احترام يا بيت. قوم. نحن اسفون ايتها الويزو. عدوها. ماشي. تمام. لا طلعت راجل. خلاص انا اقعد هنا. من زمان. خلاص يا عم ماشي. ايه لغة عربية. انا اقعد هنا يا عم. اقعدي ايتها الامرأة العجيبة. تعال. نعم. اهدأ كده. اهدأ مالك. اهدأ يا عم. ما هتشوف بتعمل ايه. معلوش معلوش. خلاص. اين كلبز وبامبرز؟ ما اسميهم. اين اسم ايه؟ خلص يا عم. انت غريب اوي يا اخي. احنا لازم نقول اسمك الحقيقي. ما انت واقف شايفنا مش فاكرين حاجه. يا ما تكشرنيش كده ابو وشك ده. جايين في مهمه وطلعان عينينا وانت واقف شايفنا واقف بتهزر. خلاص خلاص الامير متعصب بعد شيئا ما. هتقول له قول له في ايه؟ واقف ليه؟ واقف ليه يا؟ اهدأ ايها الامير. لا تهرب منك. اهدى اهدى. معلوش. جايب لي اتنين غراب. خلاص. انت غايب اهو. انت كنت في الاخر. اهدى انا مساعدك يا زكي. ابتعد. هل وجدتم ناس يفعلون المعاصي ويفعلون هكذا؟ نعم نعم لقد وجدنا. وجدنا من يخرج مع النساء والرجال وحاجه مليطه. حاجه عسل. ماذا نفعل ايها الامير؟ نقيم عليهم الحد. هيا اقبضوا عليهم. الله. ايه ده؟ ارهابيين دول بجد ولا دول ممثلين ولا ايه دول يا عم ده؟ ارجع. إيه ارجع. مين ده؟ ارجع ارجع.
ارجع. اوعى يا انت مجنون. ارجع. اوعى. اسمك كده واهدى كده اهدى وقول هديت يا ارجع. اوعى. حلو ادي المدفع ده جبته منين يا ها؟ منين يا كابتن؟ لا لا ما اتي بيه من احد. لا ما اتي بيه من احد؟ ايوه لقد اخذته من الزعيم. الناس الهبله دي ايه؟ انتوا منين بقى؟ ثواني ثواني. زميلك روح اقبض معاهم. في حرب احنا في حرب. روح اقبض مع زميلك. يا عم استنى بس. استنى. روح فجر معاهم. يا عم اسمع. بترك على يا ابني روح. في مشكلة في مشكلة. ما هذا الرجل. هات القنبلة وروح فجر. هل أنت مبرشم؟ ماذا بك؟ اذهب يا عم دعني وشاهد. اين القنبله؟ القنبله ايوه. انت عايزين ايه يا واد التواوى يا واد؟ ارجع ارجع يا واد. ايه ده انتوا خشوا قشي وكرانيش يا دقط. ارجع. اسمع اوعى. اسمع اسمع القنبله. ايه ده؟ يالا قنبله يالا. الله الله قنبله يا. شكرا 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 شكرا. اصل النهارده عيد ميلادي. محدش جابني قبل كده قنبله في عيد ميلادي. يا عم هو جايبين لك قنبله من فرغلي. يا عم هي ده بينهم هبل عايزين يفجروها فينا تقريبا. دي مش هتتفجر. انا ياما شفت قنابل بقى بتتفجر بحق وحقيقي. فين ده؟ في الحرب. انت كنت في الحرب؟ انا اللي كنت بقلب اتوبيسات الجنود. يا عم انت اسمع مني بس. بقول لك يا ريس محتاج وصله يو اس بي. ها؟ وصله كهرباء. ها؟ اي حاجه؟ لا 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 نحن نفجر في هدوء. دي هتفخخها ولا هتفجرها؟ سنفجرها. طب حلو. طب شد حيلك بقى. طب انجز انجز. ولا ايه ولا ايه. قنبله قنبله هيفجرونا يا ابن المجنونه. هيفجرونا يا ابن المجنونه. بقول لك ايه بقول لك ايه. ايه يا معلم؟ اهم حاجه في اي قنبله بتتفكك قدامك تاخد معاها سيلفي. يلا بينا. يلا كلنا نقول بومب بومب. تمام يعني شوف والله دخلت الفرحه على قلوبنا. احلى لما لمت القنبله. امي كل خميس نقعد بعد الغدا نقعد نفجر في البيت. والله عارف قلت لك لا تهرج معنا لا نحب الضحك. ده بيحب الضحك في اي حته اللي معايا. بص بقى بمناسبة القنبلة عامل لكم فجأة. بصوا حزام ناسف. قنبلة سوتيه تتفجر فينا دور البرد يروح. ما هذا؟ جاي تفجر أرانب؟ لا أنت مش فاهم. دي قنبلة جزر عشان أعملها مجزرة. شوف الخيال. اتعب. إيه يا هنسيب؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. إيه؟ ما تفكر بقى خلينا نتدفى يا عم. ما تفكر الجو تلج زفت علينا وعلى دماغك. أيها الزعيم إنها قنبلة. في إيه؟ القنبلة فست. أنت متأكد إن القنبلة هي اللي فست؟ وصلنا للدموع دي. لماذا لا تهربون؟ إنها قنبلة. اهرب من إيه يهبل أنت يهبل؟ تعال ايها الصاح. تعال صح. تعال لغة لغة. نعم. لماذا لا تهربون؟ سوف نريد ان نفجركم. انتوا عايزين تفجرونا؟ نعم. انتوا بجد عايزين تفجرونا؟ والله العظيم العظيم والله العظيم والله العظيم. ده انت طيب قوي على فكرة. ماذا نفعل ايها الامير؟ هذه قنبلة عندما تنفجر هتموتوا. وبعدين لماذا ليه مش خايفين؟ في ايه؟ ليه لستوا خائفين من هذه القنبله؟ يا عم احنا كل اربع ساعات بنفك قنبله واحنا قاعدين هنا اساسا. هتموتوا. لا مش هنموت يا عم. سوف نقتلكم. لا 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 انا هقول لك بقى. هو الحل بالذوق والادب. احنا ناس محترمه وما بنحبش غير الذوق والادب. فلو سمحتوا اتكلوا على الله ويلا من هنا. لا 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 انت مش ذوق ليه يا جدع؟ لا عشان لا لا عشان كان رد فعل المصريين
الكوميدي لو جم بتوع داعش، لكن لو فكروا هم او غيرهم يقربوا هنا هيشوفوا رد فعل تراجيدي واكشن ومن كل نوع. ألا في ألا جابولنا القلق، ألا في ألا جابولنا القلق، نارهم نارهم عليهم عليهم أتاري هواهم حجر على هواهم، ألا في ألا جابولنا القلق. مش تكشو ولا نشرب ولا نشرب، الليلة مفسح جمال.